السمره هذا السمره راه عادي على كل شيء. السمره هي راه حنا ديننا عادي على كل شيء. وخايبي عندنا الشكل تنديها انا باش ما نعجا خاسر فيه انا فلاح راه الله يداوي ب 40 درهم كندخلو هنا تيقول لك 120 درهم ديال الطازه ما بقاش تاع البطرامو راه مدينه وحده فين استغلال ديال العشوائيه في التحقيق مسؤولين هنا مراقبين ولكن راه غالبا راه كورتي تقول لهم راقبين انا راه 560 260 الخميس من جيتو دابا واليوم راه ب 800 درهم 140 ونهار الخميس 260 باش قيدناها علاش اليوم ولات 140 هادشي راه بزاف 100 درهم ما بين الخميس والسبت قول هو الاخر داير 140 قول هو الاخر داير 140 بزاف على 140 ما عطيش السلام انا 260 240 أكثر أكثر يوم 150 وريحي اللهم يحفظك اش حتمينه اثمينه على حسب الكاليتي والكاليتي والثمن ديالو هادشي دابا هادشي ديال برا بنوامر النمره 50 النمره 55 60 65 على حسب الكاليبر الحاجه والثمن بالنسبة لهذا عاد مولاه ما تنقدروا مثلا خلت الشهادة قليلة والنوى ديال هذاك الفوسفات بالنسبة للأسميدة وداك الشيء غالي في اللي حبش التمر كاين برا ماشي هذا تفاح الفريكو غالي الليمون قليل شوية دعم التمر عند الفلاح غالي احنا تنبيعو هنا لا درهم ولا درهم فيها العشر فيها الترانسبورت فيها كل شيء ها؟ شيلي كاين هذا هذا الميزان كاين عندنا ميزان تاعي موجود كنا كنشوفو حنا ولادنا عائلتنا دريتنا ما ياكلوش يضرب على الصناره هادي راه حاجه فهم شي عيط تبن عيط تبن عيط تبن وريهم البصله كي داير عيط تبن اصاحبي وريهم البصله ما زاد عيط خماج مني هادي راه حتى قال لهم اصاحبي كل يوم هاد البصله اللي كتقول دابا انت غاليه ياك هنا في السوق غاليه وانت تقريبا شحال غتقصي ديرك باش تسلكك انت الكوسور عاد الكوسور خص بها 240 باش تبيعها باش تبيعها كنتقداو كنخليو خطيه يوميا 4000 3000 كتشنا من الف الخطابي رئيس قسم الشؤون الاقتصاديه والتنسيق بعمل اقليم قنيطره كنت معنا اليوم في دوره تفقديه وتفتيشيه للمرافق ديال سوق جمله بمدينه القنيطره الحمد لله كما عينتم معنا كاين وفره في المنتوجات الا انه سجلنا بعض المنتوجات اللي كتعرفوا واحد الاثمنه ديالها واحد الارتفاع وهو راجع لواحد الظرفيه اولا مناخيه في المغرب حيث ان السنوات الماضيه عرفت واحد القله في التساقطات ثم انه هذه الفتره كتعرف واحد الموجه ديال البرد وكما قالوا الناس زمان لا تيق في الليالي لا صفات ولا النار الا طفات فهذه الموجه ديال البرد حتى هي ما كتخليش الخضر يكون واحد المنتوج ديالها وافر وايضا بكميه كبيره اللي يمكن لها تهبط الاثمان ديال الاسواق ولكن الحمد لله حنا في الاواخر ديال الليالي وابتداء من الاسابيع اللي جايه غتعرف هاد الاثمنه واحد انخفاض تدريجي ما
باش تكون في الثمن المناسب ان شاء الله ابتداء من شهر رمضان الابرك.